بتبني اكنها سلالم، كل سلم بيطلعك لسلم فوقها. ربنا ادانا قدرات على المخلوقات على حاجات كتير جدا، لان التحديات بتديلك قوه اكتر، وعندك رهبه وعندك اهدافك. وقول اعملوا فسيرى الله امركم ورسوله والمؤمنون، وان الله لا يضيع اجر ما احسن عمل. انا شخصيا عايش بدول، لان بره وانا عايش بره ياما شفت 30 سنه بره، شفت كل الوان لن تتخيلها اللي حصل لنا. مش انا بس، اي حد نجح في اي حته ما عندكش فكره تعب قد ايه. عارفين لما اجي افكر مثلا بره والت ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند، الراجل ده فلس 7 مرات. عارف يعني ايه تفلس 7 مرات؟ يعني البلوك ما تتعاملش معاك ولا حد يتعامل معاك 5 سنين، يعني لازم تدفع كله كاش ومحدش يتعامل معاك لانك مفلس. احسبها في 7. عارف هنري فورد فلس 8 مرات. ما فيش حد في الدنيا ناجح الا لما لازم يدفع الثمن للنجاح ده. كان وقت من الاوقات ولد مع ابوه، الاب مطلعه عشان يطلع على برج عالي وفي اسانسورين وكلهم مستنين وفي عالم ضخمه كتير قاعدين مستنين 4 ساعات. فالولد قال لابوه: بابا انا عاوز اطلع بسرعه. قال له: طب تعالى معايا. وبدا يطلع على السلالم. فقال له: بابا على السلالم ده في حوالي 1500 سلمه. قال له: بالظبط كده، هتطلع سلمه سلمه، وهو ده الطريق النجاح، اما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيبدا امتى. فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمه وبعدين تطلع سلمه تانية، وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا في انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني. لكن معظم الناس يروح واقع في المطب ويستنى هناك وبعد يشتكي. طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه وبعدين تعلم غيرك ان ما يقعش في المطب ده. هي دي الروعه. عشان كده اليابانيين قال لك ازاي: لما تقع 3 مرات اقف 4 مرات، لو وقعت 4 مرات اقف 5 مرات، لو وقعت 5 مرات اقف 6 مرات، لغايه امتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. طالما عندك هدف ونفسك فيه، عارف ممكن تحققه، عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى، عارف ممكن يساعدك ويساعد الآخرين، بتسيبه ليه؟ لازم الالتزام والإصرار وفي نفس الوقت الانضباط. دلوقتي هذا الإدراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل أخذناه بعد كده وبدأنا نمشي شوية شوية لغاية ما بدأنا نتكلم في القيم، وقلنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام، الصح والغلط، هي السبب في الدوافع، والدافع هي السبب في الحماس، والحماس هو السبب في السلوك. فتبص تلاقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي وبعدين سبت الكتاب، يا اما رحت امسيه ولا دوره وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماسي نزل، لان القيمه اللي عندك مش واضحه. لو عرفت القيمه اللي انت عاوزها، بفرض انت اشتريت كتاب تقول قيمه بالنسبه للتعليم بالنسبه لي ان انا احسن حياتي وقررت ان انا احسن حياتي، فديت لك دافع، والدافع بسيط لقيت عند لما لقيت الكتاب خدته اتحمست، لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب ورحت واخده، تبص في الفهرس ادالك حماس اكتر. وبعدين تحديات الحياه ممكن تخليك تشيل الكتاب. ارجع للقيمه. ايه القيمه؟ ان انا عاوز احسن حياتي، عاوز اكون افضل، ودي ممكن تساعدني على ثقه في النفس. لما تيجي تفكر بهذه الطريقه هتبص تلاقي ان القيم في حياتك اصبحت واضحه، لان انت عارف من اهم 3 حاجات بالنسبه للجزء الشخصي اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهارده هو القيم العليا والرؤيه الواضحه والاعتقاد الذاتي. الثلاثه دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم. الثلاثه دول لازم يكونوا موجودين. وبعدين اتكلمنا بالنسبه للقيم انهم متقسمين الى 7 اركان، الى 7، عارف انا بسميهم اركان قيم. والجزء الاولاني او القيمه العليا الاولانيه هي الجزء الروحاني، وكلمنا عليها شويه وقلنا انها منقسمه الى كذا قسم. اول حاجه الحب، اولا حب الله سبحانه وتعالى، انك بتحب المولى عز وجل من غير شروط، من غير ما تطلب حاجه، حب تام. ربنا عارف انت عاوز ايه، تعرفين يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: اين المتحابين في جلالي اليوم اظلل عليهم يوم لا ظل الا ظلي. وانت لما تكون بتحب انسان في الله، اتنين بيحبوا بعض في الله واجتمعوا في حب الله، ما اجتمع اتنين في حب الله الا ودخلوا الجنه. وعلف حتى في المسيحيه: ما اجتمع اتنين في حب الله الا وكان ثالثهم الله سبحانه وتعالى. عارف شوف الروعة، لأنك مجرد ما تقول أنا بحبك يا رب العالمين، وأنت عارف اللي في قلبي، وأنت عارف اللي جوايا، وعارف اللي في صدري، وعارف أنا بحبك بدون شروط، ربنا سبحانه وتعالى بينظر لك النظرة بتبصاله أكثر مما تتخيل 10 مرات، فربنا يديلك أكثر وأكثر، وبعدين تتوكل عليه وتتقيه. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب، يبص من حيث لا يحتسب. هتلاقي عندك روعة جايلك من كل ناحية، لأنك ماشي في حياتك بحب لله سبحانه وتعالى، وعارف انك في يوم من الايام هتكون بين ايديه. فجاهز؟